يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للزوج أن يقدم طلب العلم على هل يجوز للزوج أن يقدم طلب العلم على طلب الكسب لأسرته وأهله؟ طلب العلم منه شيء ضروري لا بد منه، وهو ما لا يستقيم دينه إلا به، التوحيد والصلاة والصيام الزكاة والحج، هذا يطلب فرض عين على كل مسلم، أما ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية، إذا تيسر له يطلبه، وإذا ما تيسر يطلب الرزق، الحمد لله. نعم.